السلام عليكم يا شباب، معكم محمد من قناة جوان جيمر. عدت لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة. في هذه الحلقة سيذهب تين بيني إلى مكتب التحقيقات، حيث أن جرائمه قد اكتشفت لدى الشرطة. سيذهب ليرى هل سيتم معاقبته على تلك الجرائم التي اقترفها، أو سيتم إطلاق سراحه بغض النظر لكل الخدمات التي قام بها، حيث أنه قام بمجموعة من الخدمات من أجل الوطن، حيث أنه قتل مجموعة الكثير من المجرمين، قتل حتى عاش الناس بسلام. والآن سنذهب الآن إلى مكتب التحقيقات لنرى ما سيجري هناك. حسنا، سأذهب وأعود إليكم. في هذا الوقت يقوم السجل الآن بعراكات مع عصابة البالز والباكوس لاسترجاع كل أحيائهم لأجل عصابة الجروفستري. حسنا، الآن ذلك اليوم، الآن سنذهب إلى مكتب التحقيقات وسأعود إليكم. It looks like you are free to go, officer. حسنا، We have to make a statement to the press. جيد. حسنا، ما هذا الانفجار؟ ما هذا؟ ما الذي يجري ترى؟ They are killing cops. يقتلون الشرطة؟ ما هذا؟ ولا الأمر خطير. الأمر صار خطيرا، علينا الآن الخروج. يبدو أنها انتشرت الفوضى في المدينة بعدما عرفوا أن تم إطلاق سراح تين بيني و بعد كل تلك الجرائم التي اقترفها. حيث أنه قاموا بغض النظر الأعمال البطولية، ولكن هذا لا يخول لهم عدم معاقبته. لك تريدين قتلي؟ إنهم يريدون موت تين بيني. ولا يقتلون رجال الشرطة. لا، شخص هجمني بالشوتجن. حسنا، سأجد طريقا للهرب.
هسه انا ناس ادب لاطفاء النار. أحسن الأنس أدب إلى مخزن الأسلحة حليلي تسلح جيدا. شيت أحسن النوم بدبعت. هل يريد شخص آخر مواجهتي؟ فليأتي إلى هنا. أوه لا، لقد أغلقوا الأبواب من هذا الطريق. حسنا، سأجد طريقا آخر للخروج. قد وجدت المخرج، وبهذا نكون قد أنهينا هذه المهمة واستطعنا الخروج من ذلك المكان. حسنا يا شباب، أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع. كما ترون لقد انتشرت الفوضى في كل المدينة، اسمعوا الأصوات. حسنا يا شباب، إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك وانشروا الفيديو مع أصدقائكم، ويجب علي الانصراف. حسنا يا شباب، علي الانصراف حقا، وإلا سيقتلوني هؤلاء المجانين. استودعكم الله الذي لا صدى ودعونا، نلتقي في حلقات مقبلة إن شاء الله.